الكلمة الآن لممثل المرجعية الدينية العليا المتولي الشرعي للعتبة العباسية المقدسة سماحة حجة الإسلام السيد أحمد الصافي دام عزه، فلنستقبله محفوفاً بالصلوات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السادة الأفاضل، الحضور الكريم، أخوتي أخواتي، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. قبل أن أبدأ بخدمتكم تذكرت الآية الشريفة على لسان مريم سلام الله عليها وعلى ولدها عندما قالت: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. وخطر ببالي أن أطلب من الأخوة الأعزاء أن يصوموا لنصف ساعة أخلاقيا حتى أكون بخدمتهم بمقدار ما يسع فيه الوقت، واحتراما لهذه المناسبة الكريمة. في البدء أهني الأخوة الأعزاء جميعا ومن يسمع في هذا الشهر الشريف، شهر شعبان المعظم، وفيه ولادات الأئمة الأطهار سلام الله عليهم جميعا، وولادة الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، الذي مرت ذكرى ولادته قبل ليلتين، سائلين الله تبارك وتعالى أن يحسن عواقب أمورنا وأن يوفقنا وإياكم لرؤية الطلعة البهية ويكحل أعيننا لذلك. الحديث عن الإمام المهدي سلام الله عليه وحديث موسع وفيه أبعاد كثيرة، سواء كان أبعاد العلمية المتعلقة بولادته الشريفة والنهج الذي اختطه الأئمة الأطهار عليهم السلام للتحشيد النفسي والروحي للتعامل معه، وهذا له المسلك العلمي المعروف في الأوساط العلمية. وتعرضت هذه العقيدة كما هو شأن أي عقيدة، تعرضت لمجموعة من الإشكاليات، والعقيدة كلما تعرضت إلى إشكاليات واستطاعت أن تجيب عنها فإنها ستزيدها قوة وستزيدها متانة. ولعل عقيدة الإمام المهدي سلام الله عليه كعقيدة أتحدث من العقائد التي تعرضت لهذه الإشكاليات، وانسحب الإشكال إلى شخص الإمام المهدي سلام الله عليه، سواء كان في العمر الطويل أو أدلة الولادة وأدلة من شاهده في زمن الغيبة الصغرى، من شاهده في الغيبة الكبرى، والأدلة على السفراء الأربع أو الأربعة، وهذه كلها أدلة أو إشكالات قد أجيب عنها، ولا زالت هذه الإشكالات، يعني روح الإشكال
في هذه الجوانب، وأيضا يتصدى لها المتصدون في الجواب عنه. ولعل من المشاركين في هذا المهرجان مركز عني بشكل مباشر بما يتعلق بهذه العقيدة المباركة وبشخص الإمام سلام الله عليه. هذا الجانب أستطيع أن أعبر عنه جانب اختصاص. نذهب إلى الأروقة العلمية ونطرح الإشكال ونحصل على الجواب. وهناك جانب آخر يتعلق بطريقتنا في التعامل. نحن عندما نثبت أن الإمام سلام الله عليه مولود وفعلا هو يتمتع بهذا العمر الطويل، لا شك لا يقتصر البحث على قضية تاريخية، يعني أن يكون قد ولد في سنة 255 للهجرة مثلا، أو السفراء الأربعة من هم. هذا بحث تمهيدي لقضية تقع في صلب حياتنا، وهو انعكاس ذلك على سلوكياتنا. طبعا الآن أنا أنقل البحث إلى أن نتعامل، يعني المستمع فرضا أن يكون من أتباع أهل البيت، يعني الإشكال خارج هذه الدائرة ليس محل الآن. فرض كلامنا نتكلم مع أتباع أهل البيت، يعني من رد جميع الإشكالات وزادته هذه الإشكالات بصيرة على صحة ما ينتمي إليه. ما هو إنعكاس هذا البحث تاريخياً على ارتباطنا بالإمام المهدي؟ طبعاً هناك كلام يتردد، والكلام هو حق، لكن أعتقد يحتاج إلى بعض الكشف عنه، وهو دائماً ندعو الله أن نكون من المنتظرين، أن الله تعالى يجعلنا من الممهدين. تعلمون هذا الكلام يتردد على ألسنة المؤمنين كثيرا، وهم صادقون في هذه الدعوة، لكن لابد أن ندخل أكثر عند التعامل مع الإمام عليه السلام. في موروثنا الروائي الذي جعل حصة كبيرة وكثيرة في الاهتمام بالإمام عليه السلام، عنوان الإمام وأشخاص الإمام وإلى زماننا هذا، أن أعمالنا، أرجو الالتفات أخواني أعزائي، أن أعمالنا تعرض على الإمام عليه السلام في كل ليلة جمعة. ومعنى هذا العرض أن الإمام عليه السلام ينظر ماذا فعلنا، وبإصطلاح اليوم أشبه بالتقرير الأسبوعي، ويوضع بين يدي الإمام عليه السلام. وهذا التقرير الأسبوعي تارة الإمام عندما يقرأه يرتاح، والإمام عندما يقرأه تارة أخرى أعوذ بالله يحزن. هذه الحالة حالة المسؤولية وحالة المراقبة. لو حاولنا أن نعيشها قد في البدء بشكل مصطنع، ثم نتعود عليها شيئا فشيئا، سنشعر بقربنا جدا من الإمام سلام الله عليه. حالة الرقابة وحالة المسؤولية فيها جوانب عديدة. يعني القرآن الكريم عندما يخاطب نبيه صلى الله عليه وآله، فإنك بأعيننا،
يعطي حالة من الاستقرار النفسي على أن الله تبارك وتعالى يحافظ على هذا الوجود المبارك. نحن عندما نرى أن عملنا مسؤولاً يقع مسؤول أمام الإمام عليه السلام، لا شك سنبتعد عن الربا حتى لا نقع في تناقض بين اللهم عجل فرجه وبين عملي بالربا، حتى لا أكون من الذين أدخلوا على الإمام عليه السلام حالة الحزن والعياذ بالله. لاحظوا إخواني، في ندخل في بعض الأشياء، ما تقولون في الصلاة؟ عادة الصلاة، الآيات الشريفة تتحدث كثيرا عن الصلاة، والصلاة إن قبلت قبل ما سواها. وما رأيكم بالشيطان؟ الناس تتعوذ من الشيطان، أعداء الإنسان الشيطان، فنقول دائما اللهم إني أعوذ بك من الشيطان. هل يمكن أن نتعوذ من الصلاة أو لا؟ نعم يمكن. اللهم إني أعوذ بك من صلاة لا تقبل، أعوذ بك من قلب لا يخشع، أعوذ بك من دعاء لا يسمع. هذا للذي يلتفت، لابد أن يكون دقيقاً في كل شيء مرتبط بالله تبارك وتعالى. لاحظوا الآن عندنا أماني، وأماني مشروعة، وعندنا طموح، وهذا الطموح دائماً نتمنى أن نكون في زمنه سلام الله عليه. لكن المسألة إذا وقفت عند هذه البساطة قد تتحول إلى بساطة فكرية، والبساطة الفكرية مذمومة، فيقع الإنسان تحت طائلة الدعاوى الضالة التي تدعي لها علاقة بالإمام سلام الله عليه. ولذلك لأن يحرصون على أن اعرف الحق تعرف أهله. ومن الشخصيات التي عانت التجاوز والظلم عليها هو شخص الإمام المهدي سلام الله عليه. كم من دعوة ضالة باطلة تدعي انتمائها للإمام، ولا وهذه الدعوة لو لم تجد آذانا صاغية لما بقت، وهذه الآذان الصاغية نتيجة البساطة الفكرية. يعني هو يحب الإمام المهدي لكن لا يعرف كيف، فسيصغي لأي أحد يستغل طيبة نفسه للوصول إلى المآرب، والبساطة الفكرية غير محببة. إنسان عليه أن يفهم الأمور، أن يدقق الأمور. الإمام عليه السلام عندما نجعل أنفسنا منتمين له يريد منا إدراكاً. أحد الشخصيات لها وزن ثقيل كما نقول في زمن الإمام الباقر لعله، لاحظوا هذه القضية مرتبطة بالأعمال تعرف. جاء إلى الإمام عليه السلام، طرق الباب، خرجت جارية فقالها هل سيدك موجود، يقصد على الإمام، ضرب على صدرها، التفت، قالت له تفضل، فدخل إلى الدار، صعد في درج، أثناء الطريق بعد لم يصل الإمام قال يا فلان لو كانت الجدران تحجب ما بيننا وبينكم فما الفرق ما بيننا وبينكم، استغفر الله من هذا الفعل. هذه النكتة قطعاً عند الإمام عليه السلام موجود. الأئمة كانوا في بعض الروايات يتمنون أن يحضروا هذا الزمن، زمن يعني زمن الإمام في دولته المباركة.
ولذلك أخواني رواية بالتفاصيل ما أذكرها جميعا، لكن لاحظوا أن أتكلم عن الإدراك. كميل بن زياد وهو من الشخصيات العظيمة يقول: كنت مع أمير المؤمنين عليه السلام في بعض سكك الكوفة، فليلا مررنا فسمعت قارئا يقرأ القرآن، فأخذتني حالة من الخشوع، وفي داخلي قلت: هذا إنسان مؤمن في هذا الليل يقرأ القرآن. يقول: فالتفت إلي أمير المؤمنين وقال: يا كميل، لا معنى الرواية، لا تخدعنك طنطنة الرجل، فإنه من أهل النار. يقول: فزعت. راحت أيام، جاءت أيام، حصلت معركة الخوارج، وأنا وأمير المؤمنين، فبجفن سيفه قلب رجلا ميتا، قال: هذا صاحبك. يسر الليل ويقرأ القرآن، لكن القرآن لا يصل إلى تراقيه. حقيقة عقيدتنا بالإمام المهدي لابد، وهي من أفضل طرق التربية لنا وطرق السلوك الحسن له. إذا أنا في كل لحظة أعتقد أنني أن عين الإمام علي، لا شك سأكون قويا، أنني مرعى من قبل الإمام، وأكون حذرا أن الإمام لا أولد في قلبه حزنا. عندما أتحدث أقول عجل الله فرجه، أو أدعو دائما بتعجيل الفرج، أكون مع نفسي لا أحمل حالة التناقض والنفاق الاجتماعي. أكون عندما أتكلم على بصيرة، وتعلمون أخواني أن البصيرة أساس كل شيء. في واقعة الطف لم يستسلم أحد من أصحاب سيد الشهداء، لأنهم أهل بصيرة، كانوا على بصيرة من أمرهم، ويعلمون أنهم بينهم وبين المنية في سواد هذه الليلة، كما يعبر بعض أصحاب الحسين عليه السلام. وهذه عقيدة سفكت من أجلها دماء، وشوهت صور، وسفهت أفكار لا يمكن أن نتعامل معها ببساطة، وأضع نفسي وعقلي وسمعي تحت جهة، تحت شخص، تحت مدعي دعوة ضالة بدعوة أني أحب الإمام. هذا غير مبرر. البساطة الفكرية، نعم البساطة المعيشة ممدوحة، الإنسان يكون بسيط في معيشته، أما في أفكاره لابد أن يكون دقيقا، أن يكون ملتفتا. إمام الحسن عليه السلام معروف القصة، دخل مجموعة من أعدائه إلى خيمته، وخرجوا في جيش الإمام الحسن: الحمد لله الذي حقن دماء المسلمين بابن بنت رسول الله، هكذا قال. وفي جيش الإمام الحسن اضطرب الجيش يمينا ويسارا، لم يسمعوا من الإمام نفسه، لم يسمعوا من ثقة من الإمام، سمعوا من عدو الإمام، واضطرب الجيش. والذي حصل أن الإمام الحسن واعتدي عليه، وضرب في فخذه، وسحبت السجادة التي كان يصلي عليها. لماذا؟ هناك بساطة، هناك سذاجة، وهذه غير ممدوحة أصلا. أرجو إخواني الأعزاء نتعامل مع هذه العقيدة تعامل المسؤول، فإن الإمام المهدي مدخر لشيء عظيم جدا، نحن لا نستطيع أن ندرك جميع ما سيؤول الأمر إليه.
لكن الأخبار التي نسمعها ونقرأها هناك شيء عظيم سيذهب به الإمام المهدي سلام الله عليه. يعني مشروع الإمام المهدي مشروع كبير يحتاج إلى عقول أن تصعد، أن تفهم، أن ترتقي إلى فهم هذه العقيدة. أما أن فلان لأن سمع رأى رؤية أو فلان لأن كذا، أعتقد لابد أن لا نكون نحن سبب في تضعيف هذه العقيدة. حتى لا أتطفل على وقت الأخوة البرنامج، هذا ما يتعلق بالأمر الأول. يتعلق بالأمر الثاني وهو الفتوى المباركة التي نعيش ذكراها. لاحظوا إخواني المرتكزات التي نؤمن بها. نحن نتعامل الآن مع العلماء في زمن الغيبة تعاملاً خاص، باعتبار أن ديننا وعقيدتنا تؤخذ وفق هذا الطريق لا غير. والعلماء عندما يدركوا خطراً معيناً سواء كان على العباد أو على البلاد، وعلى العباد في أنفسهم أم في حياتهم الأخرى، وعلى البلاد سواء كان في أراضيهم أو في مقدساتهم، عندما يستشعروا هذا الخطر الحقيقي فيقولوا كلمته. حقيقة هذه الفتوى ممكن أن نقرأها من أكثر من زاوية. أولاً هي عبارة عن أسطر قليلة غيرت معادلة بكاملها، ولعل الظرف الحالي لا تظهر جميع المخططات التي أريد لها أن تكون، يعني العدو تكتم عليها لأنه أراد شيئاً مرعباً بالبلاد والعباد. وعندما صدرت هذه الفتوى كانت غير متوقعة أصلاً من الآخرين، غير متوقعة. الشيء الذي زاد هذه الفتوى وأعطاها أيضاً هذا المد الكبير هي الاستجابة السريعة والفورية من شباب بعضهم لم يبلغ الحلم. هنا عندي هامي الصغير إخواني، نحن شعب نضحي ولا نوثق، ولذلك يسرق التأريخ منا دائما لأننا لا نوثق. الذي حدث عبارة عن تغيير حقيقي قلب الموازين. تعرفون ما معنى قلب الموازين؟ ليس عبارة عن إيقاف شيء، وإنما معادلات بكاملها قد تغيرت. وحرصنا على أن نطلب من الأخوة الذين شاركوا أن يعينونا فيما عندهم من قصص وأحداث كانت في الحرب. توفقنا وكتبنا موسوعة بحمد الله تعالى في 62 مجلداً، والباب مفتوح. وصل العدد الآن إلى أكثر من 80، ودعوة الآن من هذا المكان إلى الأخوة جميعاً، لا تقصروا في حفظ الحقائق. العراق حقيقة منجم، يعني أرض العراق منجم لكثير من الفضائل والعلماء. هي في الواقع الذي تكون أرض لهذا المنجم كانت أرض أيضاً لجماجم في العصر الحديث. وهذا العصر الحديث الذي يقتل
الطفل والمرأة والشيخ ولا يهاب يتلون بألوان قمة هذا اللون كان في داعش. فداعش وريث سيء لمعادلة طويلة في الأمد، فيها قتل وإجرام وذبح، والفتوى أيضاً وريث جيد لتأريخ حافل بالتضحيات والمواقف. فالمعادلة معادلة بين قوتين لا يلتقيان، ولذلك هذه الأسطر في الفتوى قلبت وغيرت. وسأبين بخدمتكم على وجه السرعة، داعش ليست دولة، يعني داعش غير مرتبطة بأي ميثاق من مواثيق الدول، فلا تحاسب. التفتوا جيداً ماذا أقول، لا تحاسب، لأنها ليست دولة، عبارة مجموعة من العصابات القتلة. فكل شيء تفعل في مأمن من القوانين الدولية، ليست دولة، لا ينفع معها حصار، لا ينفع معها ضغط، لا ينفع معها شيء آخر، إلا شيء واحد تنبه له سيدنا، وهو أن لا بد أن تجابه بهذه الجماهير القوية والمستعدة. والأمة إذا فقدت إرادتها لا تستطيع أن تدافع عن نفسها، فلا بد من ضخ في الإرادة، ولا يمكن أن يكون في ذلك الوقت ضخ غير الفتوى، لا يمكن. فالطريق كان مسدوداً إلا من باب الفتوى، وهكذا كان. ولازلنا بحمد الله تعالى، كان يقدر لها للمعركة كما كان البعض يقول يحتاج إلى 30 سنة، يحتاج بعد ذلك إلى 10 سنين. حاول من التضعيف قوة المؤمنين الذين لبوا الفتوى، الحمد لله انتصر في 3 سنوات، والكم الكبير خلف وراءهم القتلى وذهبوا إن شاء الله تعالى إلى غير رجعة. هذه دماء زكية ودماء في عز شبابها، وكانوا لا يريدون أرضا لهم شخصية، ولا يريدون مالا، ولا يريدون جاها، وإنما محبتهم لبلدهم جعلتهم يقفون في السواتر. وأتذكر في حديث سماحته أدام الله ظله الوارث يقول: كلما تذكرت هؤلاء المقاتلين تذكرت أصحاب الحسين ليلة 10 من المحر، في بسالتهم وفي قوتهم. فأخواني أرخوا لكل شيء سمعتموه، أرخوه بشرط أن يكون واقعي لا مبالغة فيه، لكن عندما ينسى نحن سنجني على أبنائنا في المستقبل، نريد أن نريهم صور في المستقبل، يعني الآن هم آباء أجداد، علما لمن سيولد منهم سيرى أن أجداده وآباءه قد حموا البلاد بهذه الطريقة التي كانت. هذه إخواني النقطة الثانية والثالثة والأخيرة، أرجو الله تعالى أن لا أكون قد أثقلت عليكم، هو ما بعد داعش. داعش قلنا بحمد الله تعالى تصدت لها النجف واستجاب لها أهل البلاد وتحقق الذي تحقق. الآن ما بعد داعش، يعني في ظرفنا هذا، شبيه ذلك ما كان يعبر عنه النبي صلى الله عليه وآله بالجهاد الأكبر. بالنتيجة معركة داعش في 3 سنوات انتهت، لكن ما بعد داعش ستكون هناك والآن موجود، وأشير إلى البعض على نحو ما يسعى به. قطعا ستكون هناك معركة من نوع آخر، وهذه المعركة ترتبط بالنقطة الأولى، حالة الإدراك وحالة الوعي التي ستمنع
نحن في بلدنا عندنا مفاهيم وعندنا ثقافة وعندنا رؤية، ستكون هناك محاولات لتغيير هذه القناعات وتبديل هذه الثقافات بطريقة أو بأخرى. لاحظ هناك رواية شريفة للنبي صلى الله عليه وآله أو لحد معصومين يتحدث بها عن فتن. من جملة الفتن أن الإنسان يرى المنكر ولا ينهى عنه، أو يرى المعروف فلا يأمر به، هذا نوع من الفتنة. أن الإنسان يتقاعس عن الحق، يعرف وظيفته ما هي لكن يتكاسل، وتارة يرى المعروف منكرا ويرى المنكر معروفا، تنقلب الموازين عنده فيدعو بقوة لمنكر وهو يحسبه معروفا، وينهى عن معروف وهو يحسبه منكرا. أخطر من الأولى، تنقلب المفاهيم عنده. لماذا؟ نتيجة ثقافات متعددة. أتقمص ثقافة غير ثقافتي وأرددها ويرددها معي، ولا ألتفت لجزئيات هذه الأمور إلى أن تصبح عندي هذه قناعة من القناعات. اليوم نعاني من مشكلة أساسية، وهو ضرب مفهوم أولي الجميع احتاجه، وهو مفهوم الأسرة. من أخطر المفاهيم والمعارك هو عندما نحارب أسرنا. ما هو مفهوم الأسرة؟ تعريف الآن قواميس. ما هو مفهوم الأسرة؟ نعرف مفهوم الأسرة يتكون من زوج يعني رجل، وزوجة يعني امرأة، وإن رزقهم الله تعالى أولاداً تكون في الأسرة من الأبوين ومن الأولاد تحت مظلة رسمية شرعية. هاي معنى الأسرة، نواميس، كل النواميس. أما أن تنسلخ الأسرة من مفهومها ويمكن أن تتكون من رجلين أو امرأتين، فهذا شيء خطير. وعندما نتعامل ضمن هذا المفهوم تجدنا نتعامل بلا أن نتحسس خطورة المسألة. هذه أشياء تضرب في صميم ما نعتقد به. هذه معركة، لكن ليست معركة منظورة. بالبدء تكتب على شكل مقال، تكتب في جريدة، في موقع، يبينها بعض الناس، يتلاقفها بعض الناس، إلى أن تكون حديثاً رائجاً وحديثاً مقبولاً. وطبعاً لا أتحدث عن هذا المفهوم فقط، مفاهيم من قبيل مفهوم الحرية. مفهوم الحرية يختلف عن مفهوم الفوضى. حرية لها مبادئ، أن لا بد أن تحترم عقيدتي، تحترم مكاني، تحترم هويتي. أما أن تكون هناك فوضى تحاربني في كل شيء، هاي ليست حرية. لذلك أخواني، دائما أهل الشأن ممن يكون مسموع الكلمة لابد عليه أن يبين، أن يكون واعيا، أن يكون مدركا، أن يكون مبينا لمخاطر كثير من القضايا. وطبعا رجعنا إلى النقطة الأولى، واقعا المجتمع عليه أيضا أن يراجع كثير من المباني التي قد تكون غير واضحة عنده، أن يستشير، أن يسأل أهل الفن ممن فنه الاستشارة، فنه العلم، فنه الحفاظ على المجتمع، حتى لا نستعجل
بأن نردد مفاهيم قد تكون تضربنا بالصميم ونحن في غفلة من هذا. على العموم إخواني، طبعا أشكر الأخوة في الأخير الذين التزموا بالصيام لمدة نصف ساعة، جزاهم الله خير، ونسأل الله تعالى للجميع الموفقية والسداد، وأن يرينا في هذا البلد كل خير. دعائي لهذه المؤسسة ولأخينا الشيخ البغدادي على ما وفر من فرصة طيبة بحضوركم الكريم. أرانا الله تعالى فيكم جميعا كل خير، أسأله تعالى أن لا يخرجكم من خير أدخلكم فيه، وأن لا يدخلكم في شر أخرجكم منه، وأن يعيد علينا وعليكم البركات، وأن يرعانا صاحب الزمان بعينه التي لا تنام، العفو بعينه التي أرادها الله تعالى له. الله تعالى يحفظنا بعينه التي لا تنام، وأن يكلأنا وأن يحفظنا ويحفظكم من كل سوء. ودعائنا إلى سيدنا سيد النجف بطول العمر والتسديد والسلام بمحمد وآله، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.